بتوجيه من محافظي صلاح الدين، قام المهندس محمد محمود مدير ماء المحافظة بزيارة مشروع ماء الزوية والاطلاع على وقعه ميدانيا والمعوقات التي تواجهه. وقد تم الاتفاق على تأهيل المشروع وتوسيع الشبكة وتسليم عجلة حوضية تخصصية للمشروع، كما أوعز محافظ صلاح الدين بتأهيل عاجل لشبكة الماء في طوز وسليمان بيك وتأمين خدمات الكهرباء لقطاع الرياضة والشباب.